السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعجل الشفاء لكل جرحى وربنا يسر قواتنا الشعب المصلح رجعنا لكم بفيديو جديد مراكز الانسرافي فيديو جد جميل وليلي فيديو مختلف حرية التغيير در يعني استنفذوا كل المحاولات بانه يجيب يدخلوا المجتمع الدولي والان بدأ بخطة جديدة وجد خطيرة ففيديو جد مهم وكلام مهم كده اعرفكم نحضر الفيديو اول حتى بعدك نجي نعقب ولو تشاهدنا اول مره ما تنسى انه تدعمنا بالاشتراك بالقناه. طلع واحد خواجه بيتكلم لغه عربيه فصيحه، كنت بسمعه في دقيقتين. أول مرة أسمع هناك، بيتكلم لغة عربية فتكلم عن القبائل اللي في دارفور، وتكلم عن القبائل في الفاشر، لغة عربية رصينة. عدت، قال المشكلة في الفاشر الموضوع حيمتد لباقي الخمسة ولايات، كيف الكلام ده؟ فقال المجموعات المنقسمة الاثنين في الفاشر حيظل الصراع بينه مستمر في حاله سقوط الفاجر، هو ما حدد انها تسقط كيف يعني؟ ما هي الفاجر في يد مينو اساسا عشان تسقط؟ ما بوريك، فبقول لك انه والله يا اخي الموضوع ده حيمتد بين القبائل حتبقى حرب اهليه وتاريخ دارفور اساسا دموي وتاريخ دارفور والقبائل متحاربه، ال ال ما في في دارفور. ما في مطلعين الدعاية دي انه الموت شديد طيب نوقف الموت ده كيف قال بالتدخل الدولي نعم نخش بس المجتمع الدولي يخش بس آه بتاع مزرعة المزرعة الشفيع خدر كتب له برضو كلام قال يا اخي الان يجب تفعيل اليات وقف القتال في السودان بيوقفوا كيف القتال بالتدخل الدولي طيب يخشوا ولا شنو والله المواطنين قاعدين يموتوا وين بيموتوا في دارفور اطراف النزاع جابوا مصطلح جديد قالوا اسمه اطراف النزاع ما كان طرفين لا قالوا في شيطان جديد ثالث ما معروفه منه ما انت عارفينه طبعا اشتغلوا فيه القحات في الفتره الفاتت فاتت انه نفخوا حاجه اسمها كتائب البراء بعدين حسي قالوا اطراف النزاع ده مصطلح جديد طالع الليل والله الاطراف دي طبعا احنا ما قادرين نوقفها قادرين نسيطر على الجيش والدعم السريع لكن في طرف ثالث مدور الحرب دي تمام طيب واحنا نحلها كيف قال قال يا اخي نفعل اليات وقف القتال دي شنو دي مفاعيلة في دارفور ليه تحديدا؟ طيب ما هنا في الجزيرة الليلة الدعم السريع اقتحم له أربعة خمسة قرى. بعد الحرقة مشى له أربعة خمسة قرى وبقى على بعد ثلاثة كيلو من كوبري هل المبعوث الخواجة ده بيتكلم عنهم؟ لا. مبعوثة الأمم المتحدة حتتكلم عن الجزيرة واستباحة الدعم السريع؟ لا. ليه ما حيتكلموا عن الجزيرة؟ تفضل هناك حجة السلام عليكم كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب؟ كيف صحتك؟ أنا عليك. آه ليه ما حيتكلموا عن الجزيرة؟ لأنه في الجزيرة في طرف واحد بيقتل. ما الدعم السريع خش الحرقة الجيش ما كان قاعد والدعم السريع خش الأربعة خمسة غرة الليل الجيش ما كان قاعد بكتل منو في الجزيرة الدعم السريع بيستبيح منو في الجزيرة الدعم السريع الأولى إنه الأول المتحدة تتكلم عن الجزيرة ولا الفاشرة الآن الأولى تتكلم عن الجزيرة لماذا؟ لأن كنا عنصريين لا 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 ما عشان عنصرين. في الفاشر المواطن مسلح مقاومة شعبية مسلحة حركات مسلحة في جيش بيواجه في الدعم السريع قتال مباشر طرفين واضحين داك كاكي اخضر وداك كاكي بتاع دعم سريع في الحرقه المواطنين طلعوا الليله في فيديو وراكم انه يوم الخميس لما جت قوات الدعم السريع داخل الحرقه تصدوا لنا المواطنين المواطنين بالعكاكيز وبالصواطير لابسين عراريق وجلاليب وتياب مواطنين طلعوا الاجتياح حصل يوم الجمعه يبقى في الجزيره المعركه بين مواطن وبين الدعم السريع قانونيا المك... الكسبان منه كسبان المواطن لكن الحريه التغيير بتجيب سيره الموضوع لا لا, لا 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 في في موت شديد في الفاجر هو ما في موت يا اخي المواطن كلهم مترسين واقفين وصدوا لهجمات له الدعم السريع لليوم الثالث، وكبدوهم خسائر داخل الفاجر وخارج الفاجر لا لا في موت شديد مدينه اشباح يا اخي ما مدينه اشباح يا اخي السوق بتاع الخضار فاتح وال... والتدوين شغال البدوي من برّ الفاشر منه الخواجات اعترفوا بالدعم السريع طيب ما توقفون قالوا ما بنقدر نسيطر عليه هنا بالكلام الا نخش عديل ما محتاج الموضوع تخشوا سلحوا المواطن وقفوا دعم الس... الدعم من الدعم السريع والسلاح اللي بيجي عن طريق تشاد لا 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 إيه الا نجيب قوات ما توقفوا الامارات لا لا إيه الا نجيب قوات الامارات قاعد تسلح في الدعم السريع في دارفور اخترقت القانون بتاع حظر السلاح في دارفور لا 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 إيه الا نجيب قوات يا الله الورانا انه الامارات قاعده تسلح الدعم السريع منه يا سرعته ما يا سرعته كلمتنا الامم المتحده احنا قاعدين في ابش ولا قاعدين في آآ 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 مطارات آآ آآ تشاد احنا ما قاعدين كلمنا انه الامارات قاعده تستخدم شعار الصليب الاحمر في العربات القتاليه والعسكريه منه كلمتنا الامم المتحده ما قاعدين هناك احنا كلمونا قالوا بخدوا فيها شعار الصليب الاحمر على اساس انهم مدخلين مساعدات وطلع السلاح واو واو كيف يعني ما احنا شفنا الدعامة ماسكين نوعين من الصواريخ واحد أمريكي وواحد روسي البشال في الكتف ده الكورنيت ده مع روسي واحد زيه ده الـ 12 في ده ولا حاجة ده أمريكي الأمريكان عاملين فيه رايحين الا نخش بقواتنا يا أخوانا ما محتاج احنا في دا في, في الفاشر قادرين نصدع المواطن المستنفر والنساء في في في, في, في الفاشر قافلين شوارع وبخوض جوله وماسكين ارتكازات ودفاعات متقدمه وعندنا مراسله حربيه من هناك دي في القوات المسلحه في اي منطقه فيها معركه ما كان عندنا مراسل حربي هسه احنا في الفاشر عندنا مراسل حربي وبتطلع تاخذ جوله في يوم واحد لفت لها سبعة قرى والله الدعامه كانوا هنا دقيناهم وكانوا هنا انسحبوا وكانوا هنا المواطنين دي اللي هو اسمعوهم وده المواطنين في امان والقوات المسلحه متقدمه لا لا لا, لا الا نخش بقوات يا حد ما محتاجه لا لا, لا الا نخش بقوات فده الخط الماشي فيه الحريه والتغيير الان اللي هي فكره انه عسكريا فشلت عسكريا فشلت طيب الحرية والتغيير هسي لما تعمل مؤتمر تأسيسي في القاهرة هل هي عشان تحمي آه نفسها ولا تحمي قوات الدعم السريع والموضوع ده طبعا حماية ليروح حتى التدويل بتاع القضية طبعا تدويل القضية حماية ليروح لأن الحرية والتغيير حسب كلام مريم الصادق النكرة قالت إنه إحنا ما قلنا يا يا حرب يا اطاري مريم الصادق في لقاء بتاع التنوير ده قالت احنا قدمنا خيارات ثانيه غير الحرب وغير الاطاري والله يا مريم شوف الكذب ما بحلك والنكران ما بحلك لكن الهزه اللي انت مهزوزاها دي احنا بتورينا انه احنا صح واحنا انتصرنا قالت احنا لو رجعنا ليه قدام وما اعتقد رجع قنعت موضوع القنع ده برضه كويس، في ناس مستبسلة زي خالد السلك مستبسل لأنه مستهدف من 50 مليون. خالد السلك مستبسل. لأنه مستهدف من 50 مليون. عارف ان الموضوع ده ما مع الجيش هو لو عدى مشكلته مع الجيش اللي هو في تواصل معاه مستمر طيب وقت في تواصل معاه مستمر ما تثبته في ارض الميدان اثبته كيف يركب طياره يجي يلاقي البرهان في في ونقطه عربي انتهى ورينا انك قاعد تتصل مع الجيش ولا بتتصل مع الجيش الخاين بتتصل مع الجيش الرسمي قائد البرهان ما ممكن تتكلم مع زول عسكري ساي زي ما بونس خليفه دنجر لكن لو بتتكلم مع الجيش الرسمي وانت في اتصال معه مباشر خلينا نتفاجئ نقول والله يا خالد السلك كان في زياره سريه الى مكتب الكباشي حلوه والتغى بالكباشي والبرهان وتفاهما في وضع السودان والحرب دي حلوه انت ليه ما بتقدر تعمل دي؟ لانه انت ما في اتصال مباشر مع القوات المسلحه ما اي لابس كيش. كاكي هو جيش انت انت قاعد تتكلم مع ناس في الجيش هاي لكن ما ما ده ما جيشنا ما لو جيشنا عندنا رئيس واضح وعندنا نايف فيه وعندنا ذول ماسك الملف السياسي قلت جاكم في المنامه انت مالك ما تتصل مع الكباشي بتاع اللوعه احنا في الشارع ما حنلاقي جيب لنا صورك بعد يومين انك قاعد مع الكباشي في المكتب دليل على انك بتتواصل معه بتتكلموا في شنو كل يوم بتقول للجيش يا اخي ارجع ورا البرهان بيقول للجيش تقدم انت قاعد تقول لنا ارجع ورا بتتكلم مع الناس الطوابير في القوات المسلحه اللي بيفتحوا المداخل والمعابر اللي بياخذوا رقع اللي بيفتحوا الشارع بتتكلم على الجيش امبارح قال الكلام ده قال احنا في تواصل مستمر مع القوات المسلحه ولم ينقطع بتتواصل مع منو في الجيش ما بتقدر تثبت الحاله اثبت فرض الواقع فخالد سيلك عارف انه مشكلته ما مع, مع الجيش مشكلته مع ال 50 مليون فهم الان دخلوا مرحله جديده من التكليف بتاع الكفيل حقهم قال لهم خشوا في مواجهه مع الشعب السوداني فقالوا حسي احنا حنقعد مع لجان مقاومه ومواطنين في ندوات عامه طبعا الندوات محسوبة الدعوة ومحسوبة الناس عشان يشيلوا لنا الصور والله ديل بيمثلوه احنا بنمثل ديل وبندعو لديل عشان كده احنا بندعم آ آ آ حفلات الجالية السودانية في القاهرة الوقفة مع القوات المسلحة حفلة واحدة احنا بنوزنكم وتاني حفلة وتاني حفلة بس حفلات سيئة بنوزنكم لي لقاء جماهيري، خلي لقاء من الـ 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 القياده السودانيه تجي القاهرة تلاقي الجماهير، بنبلعكم عادي، بكره الصباح ممكن نعمل لكم ندوه في نص ام دي، يجي البرهان يخاطبهم، والله العظيم. وخطاب سياسي يجي لابس بدله كمان. ما عسكري، خطاب سياسي يتكلم من سياسه يمنطقنا ويبقى مارق. ممكن نعمل لكم الحاجه دي، مليون طريقه نتصدى لمؤامراتكم، لكن في النهايه ما حيجيفوا. انا ده دار اوصله، هؤلاء الاشرار ما حيتوقفوا. عن التآمر على السودان بداية الكلام إذا عندك مشكلة مع الجيش أو البرهان أشكيه للشعب السوداني قواعدك أنتوا زمان البرهان بتهددوه بمنه ما بالشارع ما تشكيل الشارع كنتوا قاعدين تقولوا الفصل السابع ما بتطلعوا تقولوا البرهان عطل المادة سبعة من الوثيقة الدستورية مواكب ترسوا الشارع أقفلوا لنا الكوبري بتاع الفتحاب أقفلوا لنا كبري معارف الدروشاب لما كنت بتفتكر انك مسنود بالشارع هسي انت ما بتقدر تستخدم ده ليه لأن المواطن ده كلهم بيجوا جيش واحده من عناصر تدمير التمرد في العالم انه الحكومه تستند على شعبها والشعب يبقى كله مسلح بيقفل الموضوع ده تاني ما عندها حل مهما مهما على الموضوع هسي عملوا جروب واحد اسمه عزو في جروبات بتاعت البوشي انا ممكن انزل رقم تليفون واسمه وتفاصيله فهو ده عامل له صفحه قال افتحوا بلاغات دوليه في الانصراف انا قاعد اقول للمواطن السلح احمي بيتك هل تفتكروا الزول اللي اسمه عز ولا ابو بكر ده العامل الحاجه دي مواطن سوداني قال انا من ابواق الحرب اللي هي شنو انا بقول للمواطن في الجزيره السلح لانه الدعم السريع بيخش يقتلك هو بده اعمل دعوه وصفحه لادانه قاده الدعم السريع وإيقافهم من استباحة المواطن في الجزيرة وفي الفاشر والهجوم اليوم في الفاشر وقتل المدنيين في غرب كردفان وفي شمال كردفان ويعمل عريضة بتاع الدعوة دولية على حمايته لأنه ما وجه قواته عاملة في الانصراف اللي للمواطن السلح خليك في خانة الدفاع أنا ما قلت لي مواطن خليك في خانة الهجوم ما قلت لي مواطن يا أخي شيل سلاحك أمشي هاجم معسكرات الدعم السريع أو مواقع سيطرتهم في الضعين أو في الفرقة 16 في نيالة ما قلت زول عمل كده أنا قلت له لو جوك أنت يكون تكون جاهز فهم تفتكر أنه الجروب ده أو البوشي مواطن أو هو سوداني أو هو واقف مع السلام فعلا ولا واقف مع دي لأنه أنا بخط له معادلة مبدئية بتاعت حاجة ده أقوله في خلال السنة دي إحنا استنفذنا كل الكلمات الممكن تقال في معركة الكرامة عشان كده في حاجات ما بتتحلى إلا بالبنية احنا استنفذنا كل الكلام سلام عليكم كيف الاخبار والله يا اخواننا في استعمار دولي لا ما هم ما كلهم لكن يا اخي ما فيهم اجانب لا لا ما ما استعمارتك يا صفك ما تكبر الموضوع ما استعمار يعني شو هسه حميتي ده ما سوداني آه لكن ما جاب ناس من تشاد اسمه استعمار لا ما يعني خلاص احنا ما نقف مع التشاديين ممكن نقف مع حميتي يعني طيب يا اخواننا ده استعمار لا, لا ما انت بتكبر الموضوع اسمها حرب عباسيه

كتبت الإطار الجيش وقع عليه؟ لا، الوقع عليه والدعم السريع، يبقى الإمارات بالرياضيات خط إمارات زائد دعم سريع زائد إطاري، تبقى شنو؟ قوة مستبدة، ما هو الجيش ما معاهم، لما نخط الإطار منو اللي وقع على الإطار؟ الإمارات. موقف الامارات شنو؟ بيشيل سلاح تدي الدعم السريع، يبقى الامارات دار تجيب الدعم السريع وتجيب الاطاري، مصلحه محمد بن زايد انه شنو يحصل اطاري في السودان، ولنفترض انه الاطار ده كله كلام خير وكلام سمح للسودان ولشعب السودان، هل يسمح محمد بن زايد انه ياسر سرعات تتدخل في الشان الاماراتي وخدت لهم حاجه اسمها الرباعي؟ المربع؟ المربوع؟ ياسر يقوم يعمل له اتفاق بين قال نهيان والزايد والكده ويمشي يحل لهم موضوع الامارات دي ليه ما بيسمح لهم محمد بن زايد؟ انت كسوداني قاعد من ال 400 جيتوا بال 50 درهم وسندويتش الكبده لموكم كيزان كده انت ليه ياسر ليه ياسر ما عنده الحق يتدخل في الشان السعودي وزير خارجيتنا يقول ندعو طرفي النزاع في السعوديه واليمن ارض الحضارات ان يتفقا في الطائف ليه ما بنقدر نقدم مقترح زي لانه احنا بالنسبه لهم النكرات هم من حقهم يتدخلوا في شانه ولكن احنا ما نتدخل طيب يا اخواننا احنا استنفذنا كل الكلام الممكن ممكن يتقال طيب يا اخواننا الدعم السريع قاعد يستبيح البيوت يا اخي لما تقولوا انه تدويل القضيه ادينوا الدعم السريع خلوا بس امريكا تعمل حاجه واحده امريكا بس توقف السلاح من الدعم السريع واحنا خلاص القضيه دي بتنتهي خالص الاتفاق اللي طاردوه يعني. احنا دارنا نقرا ونشوف يمكن كويس ليه تحتفظ به انت؟ تحتفظ به ومحتفظ به انت والامارات والسعوديه والترويكا و... و... وفوكلر لماذا؟ وين الاتفاق الايطالي؟ يا اطاري يا حرب كذا اعرضوه لنا نشوفه بيستاهل ولا ما بيستاهل؟ الكتب ومحتفظ به ليه؟ لانه عنده حق ال يضحك يسخر خالص لك انت مفتوح فيك بلاغ ما تضحك انت الجناح السياسي للدعم السريع لانك موقع معاه الاتفاق الاطاري الاخفيته من الشعب السوداني وعرضته على حمتي ما حميتي شيء بالكلام قال جاني فوكلر في جنوب دارفور قعد ثلاثة شهور جا المطار عمل مؤتمر صحفي مدته 15 دقيقه كان بيتكلم فيه قال الدونيلي الاتفاق انا وقعت عليه اللي هو شنو قال الاتفاق الاطاري امضي عليه حميتي قال ما شفته لكن وقعت عليه وقعت عليه تدسوا مننا احنا تدي له يمضي تجي تقول لي والله الليله لما يتهموك انك انت الذراع اليمين كلبة حميتي تضحك تضحك ليه؟ ما ترد كلام قول له يا اخي والله الاتهامات دي مبنيه على باطل، احنا ما عندنا علاقه بالدعم السريع، دليلنا واحد اثنين ثلاثه، عندك دليل ثاني اتفاقك اللي وقعته معه في اديس ابو قال حميتي استجاب لكلامنا ومشينا مضينا، الاستجابه دي كانت تمت قبل المؤتمر ولا بعد المؤتمر؟ وهو كيف حميتي وافق على كلام كل مضيته في اديس ابو شروط حميت اتفقت معاكم كيف؟ معناها كان في تنسيق مب... مبدئي، داير انك تعترف انت ما كنت في اتصال مباشر مع القوات المسلحه، نفس الاتصال مع الدعم السريع، السلام عليكم هاي ايقاف الحرب، حميت اكتب ايقاف الحرب، برهان اكتب ايقاف الحرب، حلوه حلوه هاي، خروج الدعم السريع من البيوت، آآ آآ خروج الدعم السريع لكن الى مناطق اتفقوا عليها، خلاص يا برهان اكتبها كذا اتفقوا عليه ما انت كنت في اتصال مباشر مع البرهان كنت بتتونسوا في شنو؟ اه اصلا ما انقطع والله طيب كنت بتتكلم مع البرهان ليه ليه حميتي يمضي معاك والبرهان ما يمضي؟ ولا انت جيت اديس ابا وحميتي طلع عليكم الورقه مضيتوا عليها، لا يبقى في اتصال قباله تنسيق، احنا ده اللي بيخلينا نتهم انك انت الجناح السياسي للدعم السريع في تواصل واتفقتوا في الرؤى، انت الكلام ده ما برد عليه بضحكه. استاذه مريم الصادق لما يسالوها بالتصادق الصادق المهدي يقولوا لا في اتهامات ليكي تقول دي سخيفه ودي مجموعات حول النائب العام، ده بلاغين بالمناسبه. بلاغين انت بتعترض على سلطه النائب العام ما شايفها شرعيه وشايفين انه ده كلام مضحك بكره الصباح اي مواطن في السودان اي بلاغ يتفتح فيك اضحك يضحك خالد السلك براه وليه يضحك حمدوك ليه تضحك مريم الصادق ليه واسمع اجيب عليك الله رخصه العرب ما عندي لك رخصه النائب العام قال ها ها, ها نائب شنو ها ها ها, ها كلنا نضحك ايه كده للصباح ايه النائب العام فتح ايه النائب العام مسخره هاي مسخره ما قال حمدوك ليه النائب العام ما جابه إحنا ما بنزل الخال السيدك ولا نتقدم القاعدة في مصر، إحنا بنزل النائب العام البيوري الدمادي، لماذا لا توجد سلطة طوارئ في السودان؟ اتفاقية جدة يجب أن يعاد تفسيرها بشكل عقلاني، يجب أن يتم في إطار إجراءات متكاملة تخرج فيها قوات الدعم السريع من كل المناطق المدنية التي تحتلها. ما قال العسكرية. أنت ما قاعد في موقع عسكري، ليه ما ز... ليه ما فيصل. فيصل الآن يمثل الدعم السريع. يمثل اعلام الدعم السريع. وزير اعلام حميدتي نسميه وزير اعلام الدعم السريع. المحلول والمبلول طيب يا فيصل نمرق قوات الدعم السريع قال يمرقوها بس من المناطق المدنيه طيب بالنسبه للعسكريه ما جاب سيرته هنا طيب قال شنو؟ قال تخرج فيها قوات الدعم السريع من كل مناطق المدنيه التي تحتلها، ثم يعاد ترسيم وجود القوات من الطرفين في خارج المناطق المدنيه. اوباح. اعترف بشرعيه الدعم السريع، وانه الكرت بتاع البيوت بدل يقول لهم اطلعوا وطلعوا المواطنين من الحسابات حقتكم يا دعم سريع. هو اعترف انه الدعم السريع قاعد في بيوت الناس. واعترف انه الدعم السريع مستخدم كرت. بيوت الناس في التفاوض الدليل شنو؟ قال في مقابل خروج من المواقع المدنية يرسموا ليهم حدود خارج المدينة دي حتة الدعم سريع دي حتة الجيش والحتة فيها الجيش تبقى حتى الجيش حتى لو حق الدعم السريع نقبل كلامك ده نقول فيه انك انت بتتكلم عن توازن لكن مدخل المدني وبيته كارث في التفاوض ليه وبتتكلم باسمنا لي انا فوضتك كمواطن مدني في زول فيكم فوض الحريه والتغيير ما تسقط قح ولا الحريه والتغيير لا تمثلني ولا تقدم لا تمثلني انت فيكم زول الدواء الزول الحد دا في بيته انا مديته الحد وبيتي ده اصلا لا يمكن يكون كرت بتاع التفاوض ولا انا حسمح بانه والله يا اخي الجيش يصل لتفاهمات مع الدعم السريع بيتي يكون تمن فيها ولا طرف فيها الموضوع ده شيله بره حساباتك وبره حسابات جده قال لي يجب ان تفسر اتفاقيه جده ليه تفسر فسرها الخواجات اللي فسر الدعم السريع القبل انه يطلع من بيوت المدنيين ومضى على الكلام ده تيجي انت تقول لي افتحوها يفسروها تاني انت مالك حاسس انه فيها قسمه نضيزه ولا شنو ما عاد للقسمه دي انه يطلع من بيت المواطن دي ما عداله؟ ما قدرت تجبرهم ينفذوا الاتفاق ده تقول لهم خلاص امرقوا لكم من البيوت ادون حتات ثانيه؟ ده مقترحك؟ طيب الدعامي ده قال شنو؟ قال من كل المناطق المدنيه التي تحتلها ثم يعاد ترسيم وجود القوات من الطرفين في خارج المناطق المدنيه لا يخرج الدعم السريع لكي ياتي الجيش ولا يخرج الجيش لكي ياتي الدعم السريع. قال الموضوع ده نكفل تماما نعمل اتفاق انه الدعم السريع تاني ما يمرق من حته خش فيها عشان يجي الجيش ولا يمرق الجيش من حته دخل فيها الدعم السريع. بتقدر تطبق القاعده دي في الحرقه؟ يعني الحرقه دي الدعم السريع الطريقه الخشبه دي هل انت بتقبلها؟ هل الدعم السريع لا يعاقب على ارتكاب جريمه الحرقه اللي امبارح دي؟ بحساباتكم انت بتاع حزب البحث خليفه دنقر كادر الامن والمصدر ده مصدر المزدوج ده قال الماتو 114 في الحرقه ناس الحرقه نيجي نقول لهم يغيروا اسمها ما اسمها الحرقه ثاني لانه الاسم ده ذاته بيكون مستدعي الحياه النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اسماء الحرب ومنها و... و... زي الحرقه دي ما تسمى الحرقه ما تسمى الحرقه اسمها الصمود اسمها الانتصار سموها اي حاجه ثانيه ناس الحرقه دي للدعم السريع خش البيوت اللي قاعد فيها دي الجيش يقوم يفاوضون يقول لهم خلاص تمشوا في الخلا بتاع مشروع الجزيره في 10000 فدان في مشروع الحرقه دي فيها 10000 فدان دي مشروع عندها ثلاث اربع مشاريع كبيره جدا تمام يقوم يقول لهم خلاص نديكم المشروع امرقوا لنا من الحرقه بالنسبه للشهداء لا لا ما ما خلاص ماتوا طيب والناس يعني حسين لا لا خلاص احنا العداله الانتقاليه ما نسال الدعامه خلاص هم مش طيب الحته اللي قاعد فيها الدعم السريع قال ممنوع يخش الجيش وتاني من الليل الجيش ما يخش حته قاعد فيها الدعم السريع ولا الدعم السريع يخش حتة فيها الدق... الحرقه انا ده اولاد فيصل دي يسمعوا الكلام ده ومرته تسمع واخوانه يسمعوا والجوني يسمعوا وفيصل ذاته يسمع وانصار فيصل يسمع وانصار الحريه والتغيير يسمعوا ده مقترح فيصل وزير اعلام السودان كان من يوم من الايام الناطق باسم ال... انت لما تكون وزير اعلام لما تيجي تجيف بتتكلم عن 7000 سنه بتديك عزوه وتاريخ بتكون عارفه بتتكلم عن ثورات وثروات بلادك الاثنين ثروه وثوره بتتكلم عن حروبك وشهدائك ورموز نضالك لما تكون ناطق باسم الدوله فلما تجي في منصه ما بتقعد تتكبكب وتتردد يا فيصل لما كنت بتبلع في ريقك لقد هي سرفه كلام جميل جدا الحريه والتغيير او التقدم زي ما قلت الناس ما هيسكتوا بعد ما استنفذوا كل المحاولات الثانيه بيقدر يجوا يدخلوا المجتمع الدولي برجاله فكلامنا ما هيبقى وخوفهم على مواطن دارفور وكان عنده كل الناس هم يعني بقولوا كلام اكثرهم دايرين ما فاش الامن دكات فاشرهم ذاته يعني برسل رسائل للمجتمع الدولي يعني زادنا ندافع عن اعراضنا وان شاء الله مجتمع الدول ما هي يخش السودان فمن برجل تبر ما له اي معنى ترى ما في اي مفاوضات اخوان الشعب السوري كلام واضح الجنجاو لازم ينتهي والحريه التغيير لازم ينتهي مهما عملوا زول بقولهم تاني ما في ناس تركز و تدعم قوات الشعب المصلى ان شاء الله ننتصر ونتصرين باذن الله